هل فكرت يوما كيف تقوي أداء دماغك؟ وهل فكرت بنوعية الأدوية التي بإمكانها تنشيط الدماغ؟ عندما يبدأ أداء المخ في التراجع، فإنه ليس هناك أي منتج دوائي يمكنه أن يعيد هذا العضو الحيوي لحالته السابقة، فليس هناك الكثير الذي يمكن فعله لمنع تدهور حالة المخ، إلا أنه بالتركيز على العادات الغذائية فقد يمكننا تفادي تدهور المخ، بل من الممكن تقويته وتعزيز الذاكرة أيضا. فعندما نتعرض للتوتر أو لضغوط عضوية أو معنوية، فإن أجسامنا تطلق السيتوكينات المسببة للالتهابات، مما يدفع الجهاز المناعي بالجسم للتحضر لمحاربة تلك الالتهابات. وفي هذه الحالة يأتي دور العناصر الغذائية الغنية بمضادات الأكسدة والدهون المفيدة والفيتامينات والمعادن التي تدفع جهاز المناعة لتأدية دوره بشكل جيد، وبالتالي تحمي المخ من الآثار المدمرة للتوتر. وفي القائمة التالية، كما جاء في موقع بولد سكاي المعني بالشؤون الصحية، نتعرف على 12 نوعا من الأطعمة المفيدة التي تعتبر بمثابة الشاحن والمقوي للدماغ، والتي تحميه من التلف وتعزز من الذاكرة. رقم 1، زيت الزيتون. هو من العناصر الغذائية المفيدة والغنية بمضادات الأكسدة، والتي تحمي المخ من الكثير من الأمراض المنتشرة. رقم 2، زيت جوز الهند. هو من الزيوت التي تعزز من قدرة المخ على استهلاك الطاقة بداخله، وتقلل من أضرار الجذور الحارة، كما أنه يمد الجسم بالدهون المشبعة التي تساعد خلايا غشاء المخ على القيام بمهامها. رقم 3، الأفوكادو. تحتوي الأفوكادو على فيتامين كي والفولات التي تمنع تجلط الدم في المخ وتحمي من السكتة الدماغية، كما أنها تحسن من الوظائف الإدراكية للمخ. رقم 4، سمك السلمون. هو مصدر طبيعي للأوميغا 3 التي تلعب دورا هاما وحيويا في الحفاظ على صحة خلايا المخ، فهو من أفضل الأطعمة التي تقوي وتشحن المخ. رقم 5، التوت البري. هذه الفاكهة غنية بمضادات الأكسدة المفيدة للمخ، كما أنها تساعد في تقليل الالتهابات وتحمي المخ من التلف الذي يصاحب التقدم في العمر. رقم 6، الكركم. الكركم يقوم بدور المفعل للجزء الخاص من حمضنا النووي المسؤول عن مقاومة الالتهابات، فهو من التوابل المفيدة جدا لصحة المخ والذاكرة. رقم 7، البيض. البيض من العناصر الغذائية الأساسية لدعم الدور الذي تقوم به الناقلات العصبية بالمخ، كما أنه يحتوي على الكوليسترول المفيد لخلايا غشاء المخ، ويوفر مضادات الأكسدة التي تحمي المخ. رقم 8، الهندباء. هي من النباتات الغنية بالألياف، والتي تساعد في نمو البكتيريا المفيدة الداعمة للمخ، كما أنها من الأطعمة التي تعزز من قوة المخ بشكل عام. رقم 9، الجوز أو عين الجمل. الجوز غني بالعناصر الغذائية التي تدعم صحة المخ بشكل كبير وفعال، فهو غني بفيتامين إي والأوميغا 3 والنحاس والمنغنيز والألياف المفيدة لصحة المخ. رقم 10، الهليون. الهليون غني بالألياف المفيدة لصحة المخ،
كما أنه غني بمضادات الالتهابات والفولات. رقم 11، البروكلي هو من النباتات الغنية بالعناصر المفيدة التي تساعد في تنقيط الجسم من السموم وتقلل من الالتهابات، وكذلك تسيطر على التلف الذي تحدثه الجذور الحارة. فالبروكلي من أفضل الأطعمة التي تشحن المخ وتقيه من التلف. رقم 12، السبانغ. السبانغ غنية بمضادات الأكسدة وبفيتامين كي والفولات واللوتين التي تقوي المخ وتحميه من ضرر الجذور الحارة.